ما تتصورش كنت مفتقدك ازاي يا مدحت. كنت حاسة اني مخنوقة وانا في باريس، مكنتش حاسة بطعم اي حاجة في الدنيا، لكن كل حاجة بقت حلوة في حياتي اول ما رجعت وشفتك وسمعت صوتك. كمال بيبقى انه جاي القرية. ايوه انا شفته. انا قلت ان الفيلا هتفضل مقفولة، ده ما جاش كام مرة من ساعة ما اشتريها من 3 سنين. بقى في واحد عنده فيلا زي دي ويسيبها مقفولة؟ انكل كمال شاري فيلا من 3 سنين؟ امال ليه قال لطنفريده انه اشتراها من شهرين بس؟ شاريها من 3 سنين؟ ايوه، انا لسه سامعه اتنين من بتوع الامن هنا في القريه بيقولوا كده. بس هو ليه انكل كمال ما قالش الحقيقه لطنفريده؟ مش عارفه، بس عشان خاطري بلاش تجيب لها زيره بالحكايه دي علشان ما نعملش مشكله بينهم. بس تفتكري بقى صح يعني انها ما تعرفش حاجه زي دي؟ يا بنتي في حاجات يبقى احسن لو ما نعرفهاش، لاننا لو عرفناها هنخسر حاجات كتير، وهي مش ناقصه يا حبه قلبي. منطق غلط بس يمكن يكون صح. ايه يا شيري؟ ما بتاكليش ليه؟ ماليش نفس يا طنط. مالكيش نفس ازاي؟ اذا كان كل اللي هنا يفتح النفس. كلي طيب؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. كمال بيه بس. استنى عندك، رايح فين؟ كمال بيه، سعيد السواق عايز حضرتك. وهذا وقته. قولي له بيتعشى. حاضر. لا لا لا، خليك انت. هروح انا. كملوا انتوا عشاء. مالك يا شيري؟ في ايه؟ مفيش يا طنط. مفيش ازاي؟ ايه؟ ماما وحشتك؟ ولا لسه بتفكري في مدحت؟ انت تعمل اللي انا بقول لك عليه من غير ما تتكلم كتير. امرك كمان بيه، امرك. بكره الصبح تجيلي بدري عشان اروح المشوار بتاعي. يلا يلا. حاضر. بعدين بقى. صباح الخير. صباح النور يا طنط. ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ اصل منظر الشروق حلو قوي، فقلت اصحى بدري عشان اشوف. فعلا المكان هنا رائع. انا بفكر اقضي بقيه الصيف هنا، بس بشرط. ايه يا طنط؟ انك تقضي الصيف معايا. يا سلام، بس كده؟ ده انا اعصابي هديت قوي هنا فعلا. بس يا ريت ماما توافق. سيبيلي ماما وانا هكلمها. هو كمال فين؟ انا صحيت من النوم ما لقيتوش. هو بيتمشى على البحر؟ لا، ده انا شفته خارج الصبح بدري من الفيلا وركب عربيته مع الاستاذ سعيد ومشيوا سوا. خرج بدري؟ خرج راح فين؟ معرفش. هيخرج يروح فين واحنا في مصر؟ اجهز لكم الفطار. ما تعرفيش كمان راح فين يا بدري؟ انا شفته هو خارج الصبح بدري وقال له انه هيرجع اخر النهار. كمان لسه ما بيردش. الموبايل بتاعه بيديني خارج الخدمه. انا ابتديت اقلق عليه. يمكن يكون انكل كمال. صباح الخير. صباح النور. انا ناديه محاميه في مكتب الاستاذ كمال. يا ترى هو موجود؟ لا والله، كمال بيه مش موجود، بس فريده هاني موجوده. طيب تسمحي تديها خبر؟ حاضر. اهلا يا ناديه، اتفضل.
اهلا بيك يا فريلة. يا اهلا وسهلا، اتفضلي. تشربي ايه؟ قهوة. مظبوط، قهوة مظبوط يا بدرية. حاضر يا فندم. مبروك على الفيلا الجديدة. الله يبارك فيكي. انا اصلي كلمت الاستاذ كمال الصبح وقال لي انكم بتصيفوا هنا، قلت اجي ازورك واسلم على حضرتك. كلمتيه النهارده؟ اه. ليه، في حاجة؟ لا مفيش. انا اصلي بصيف مع الاسره في قريه قريبه منكم هنا. بصراحه ما صدقت ان الاجازه القضائيه جت وقلت اغير جو. ما تتصوريش قد ايه يا فريده هانم احنا بنتعب في شغل المكتب. عارفه، الله يكون في عونكم. مبروك الخطوبه. خطوبه؟ خطوبه ايه؟ خطوبتك على زميلك في المكتب. هو الاستاذ كمال ما قالش لحضرتك انها ما تمتش؟ لا ما قاليش. تبقى ما جاتش مناسبة عشان يقول لحضرتك. أنا وممدوح اختلفنا قبل الخطوبة ب 24 ساعة، عشان كده ما تمتش. اختلفتوا قبليها ب 24 ساعة؟ غريبة دي. غريبة ليه؟ أنا فهمت إن أنتي وممدوح بتحبوا بعض من فترة. هو اللي كان بيحبني، بس أنا رجعت نفسي بعد ما اديت له موافقتي ولقيت إن طباعنا مختلفة، علشان كده المشروع ما تمش. أنا الراجل اللي بحلم بيه مختلف تماما عن ممدوح. امال وافقتي عليه ليه؟ غلطه، بس الحمد لله لحقت نفسي. انا من زمان معجبه جدا بحضرتك، كان نفسي اقعد واتكلم معاكي. ما تتصوريش قد ايه يا فريده هانم انا مبهوره ومعجبه بحضرتك. متشكره قوي. خليكي مرتاحه يا فريده هانم، انا مش غريبه. نادية؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ كمال. الله يسلمك. إيه يا كمال؟ أنت كنت فين طول النهاردة؟ كنت في مشوار كده، حابب أقول لك عليه بعدين. إنما إيه المفاجأة دي يا نادية؟ أنت عرفتي الفيلا هنا منين؟ حضرتك نسيت إن ممدوح كان متابع عملية شراء الفيلا وإن عنوانها موجود في المكتب؟ آه صحيح، كنت نسيت. شربتي حاجة؟ الهانم طلبت لي قهوة. اصلي لسه واصله قبل حضرتك على طول. لا الحمد لله على السلامه. طب هستاذن انا منكم بقى عشان هطلع استحمى، الدنيا حر قوي النهارده. تأمروا بحاجه تانية؟ شكرها بدريه. بعد اذنك. يعني ما قلتليش ان خطوبه ناديه وممدوح ما كملتش. ما هو انت اصلك رحت البلد على طول مستعجلة وبعدين حصل اللي حصل وكلنا انشغلنا. الشاي بتاعك يا شايف. ميرسي يا عم. ولما خطوبة نادية وممدوح ما كملتش اديتها الخاتم الألماظ لي. أنا أصلي كنت اديته لها قبل ما ترجع في كلامها، على اعتبار إن هو هدية خطوبتها يعني. وبعدين لما غيرت رأيها لقيت انه عيب قوي ان انا اطلبه منها تاني. طب لو كنت انت في مكاني كنت عملت ايه؟ معرفش. طيب عن اذنكم انا. مش غريبة ان انا طول النهار النهارده عمال اطلبك على الموبايل والموبايل مقفول، ولما ناديه كلمتك رديت عليها؟ انا اصلي رحت اشوف حته ارض جنبينا معروضه للبيع. الحقيقه الارسال هناك وحش قوي. من حسن حظها بقى انها لما طلبتني الموبايل لقط. انا عارف انك انت زعلانه عشان ما قلتلكيش ان انا رايح اشتري حته الارض، بس اعمل ايه؟ كل حاجه حصلت بسرعه قوي ما لحقتش اقول لك. في حاجات كتيره اليومين دول بقيت تنسى تقولها لي. بقيت اخر من يعني. قصدك ايه يا روح قلبي؟ طبعا اذنك عشان عندي شويه مكالمات عايز اعملها. محمولك بيرن يا مدام. الو. ايوه انا. ايه؟ لا 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 طبعا مش هتأخر.
ايوه متشكره جدا متشكره، مع السلامه. خير يا مدام؟ في حاجه؟ كمال كمال كمال، في ايه يا فريده؟ انت عارف مين كان بيكلمني دلوقتي؟ مين؟ رئاسه الجمهوريه. رئاسه الجمهوريه؟ عايزين منك ايه؟ معرفش، اللي كلمني اكد عليا ان انا لازم اكون بكره قدام سياده الرئيس الساعه 10. قدام سياده الرئيس نفسه؟ ايوه، انا معرفش الميعاد بخصوص ايه، بس انا لازم اكون موجوده قدام سياده الرئيس بكره. غريبه قوي، انا مش قادر افهم ايه الموضوع. لازم نرجع مصر دلوقتي. خلاص خلاص، بكره الصبح بدري هنرجع. ما ينفعش يا كمال، انا لازم ابات في القاهره اضمن عشان لازم اكون في الميعاد. يلا يا كمال، انا اتاخرت. مستعجله ليه؟ لسه بدري، الساعه دلوقتي 9، قدامك ساعه بحالها. بس انا عايزه اروح بدري. انا لسه مستحمي، هسيب جسمي يهدى شويه وبعدين هلبس واجهز واشوف اخرتها ايه. صباح الخير. صباح النور. فريده هاني موجوده؟ ايوه موجوده، بس انتوا مين؟ احنا من رئاسه الجمهوريه. اتفضلوا. مفيش وقت، احنا جايين ناخدك. اتفضلي معانا، شهادة الرئيس منتظرك. انا جاية معاكم. كمال. ابقي طمنيني يا فريدة. ان شاء الله خير يا طنط. تروحي وترجعي بالسلامة يا ست هانم، وطمنينا. مع السلامة يا ست هانم. الو، ايوه يا ماما، طنط فريدة؟ لا هي لسه خارجة حالا، اصل عندها ميعاد في رئاسة الجمهورية بعد ساعة. يعني الخبر اللي سمعته صحيح؟ خبر ايه؟ لا مش دلوقتي، لما نتأكد الاول. ان شاء الله وشك هيبقى حلو على طنط فريدة. بقولك ايه، لو سمعتي اي اخبار ابقي قوليلي على طول. مع السلامة. خير يا ماما، خبر ايه اللي حضرتك بتتكلمي عنه؟ أما حتة خبر بمليون جنيه. لا مليون إيه؟ خبر بملايين. أما لو حصل تبقى مكتوبة لك يا فريدة. فريدة! أيوه حاضر حاضر، جاية أهو. الحمد لله على السلامة يا ست هانم. الحمد لله على سلامتك. فريدة كمال. فريدة كمان. ايه اللي حصل؟ طمنيني. مش هتصدق لو قلت لك. هي رجعوكي وزيره تاني؟ ما كانتش تبقى مفاجاه كبيره كده. امال ايه اللي حصل؟ فهميني يا طنط. قولي بقى وحياتي. رئيس الوزراء الجديد جات له ازمه صحيه حاده، والدكاتره طلبوا منه الراحه التامه وعدم بذل اي مجهود على الاطلاق. مش فاهم. طلب من السيد الرئيس اعفائه من رئاسه الوزراء، والسيد الرئيس وافق. طب وبعدين؟ انا بقيت رئيس الوزراء. رئيس الوزراء؟ يا الف نهار ابيض، يا الف نهار ابيض، يا الف نهار. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. شفتي يا شيري؟ شفتي وشك حلو عليا ازاي؟ يا طنط حبيبتك تستاهليها. انا هكلم ماما اقول لها، دي هتفرح قوي. فريده انا عايز اتكلم معاكي لوحدنا. خير يا كمال؟ انتي قبلتي تكليفك برئاسة الوزارة؟ عندك شك ان انا ممكن ارفض تكليف من سيادة الرئيس في ظروف زي دي؟ عندك شك ان انا ممكن ارفض اني اكون رئيسة وزراء؟ اول سيدة تبقى رئيسة وزراء في تاريخ مصر؟ كنت فاهم ان عندك اسباب كتير قوي للرفض. اسباب زي ايه؟ انتي بنفسك قلتي لي كفاية متاعب وكفاية مسؤوليات. انتي بنفسك قلتي لي انك انتي عايزة تستريحي. انتي عارفة يعني ايه رئاسة وزارة؟ يعني مسؤوليات الوزارة الواحدة مضروبة في 100. وماله؟
أنا قابلة. طب وأنا؟ أنت؟ أنت إيه؟ أنا فين من الحسبة بتاعتك دي كلها؟ مش أنا برضو ليه حقوق؟ حقوق؟ أيوة طبعًا حقوق. حقوقي عليك كزوج. أنا ما قصرتش في حقوقك، ده أنا حتى طبيخي ما بيعجبكش، غير إنك مشغول. أنا من يوم ما سبت الوزارة ما فكرتش تاخد يوم أجازة عشان تقضيه معايا. صح؟ ولا أنا غلطانة؟ مش كفاية شغل بقى. أنت ما بتتعبيش. ما تاخدي بالك من بيتك وجوزك. كلامك ده ملوش غير معنى واحد بس. إيه هو بقى؟ إنك غيران. غيران؟ غيران من مين؟ منك أنت؟ أيوة مني أنا. كنت غيران لما كنت وزيرة وكنت كاتم في قلبك، لكن كل تصرفاتك كانت واضحة عليك زي الشمس. لكن ما صدقت ان انا خرجت من الوزارة عشان تهدى وترتاح. ايه الكلام الفارغ اللي انت عمالة تقوليه ده؟ المرة دي ما قدرتش تخبي انفعالك وغيرتك. مش هو ده السبب الحقيقي لثورتك؟ ما كفاية بقى كفاية. كفاية انت. اللي عندي انا قلته. انا مش هتراجع في قراري. عن اذنك. اهلا وسهلا، اتفضلوا. فريدة هانم، ألف ألف مبروك. ألف مبروك إيه؟ قولي مئة ألف مبروك. فعلاً مئة ألف مبروك، والله فرحنا قوي قوي. والله تستحقيها. طبعاً تستحقها، طبعاً تستحقيها. ده احنا فرحنا فرحة العمر لما سمعنا الخبر. فرحنا بس؟ ده احنا عيطنا من الفرح. متشكرة. والله ربنا عمل كده علشان ينصف معاليكي وينصفني انا كمان. انا مش فاضيه لكم دلوقتي. مش فاضيه لنا؟ ايوه لازم اجهز عشان هحلف اليمين قدام سياده الرئيس النهارده بعد الظهر. انا حبيت اجتمع بيكم النهارده بعد اداء اليمين عشان اقول لكم ان انا سعيده بالتعاون معاكم، وان شاء الله نقدر نحقق امل مصر في التقدم والنهوض. شكرا. خليهم يتفضلوا وخلي اللقاء التلفزيوني بعد ما قابل الصحفيين. امري معليك يا فندم. ازيك يا بدري؟ الله يسلمك. فريدة ألف مبروك يا حبيبتي، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. مش قلتلك هتنوليها؟ هي اتأخرت صحيح شوية، بس الحمد لله ربنا ما خيفش ظنك. ألف مبروك فريدة هانم. والله فرحنا لك من قلبنا. شكرا قوي. حضرتك تستحقيها، والله حضرتك تستحقيها. وبصراحة أنا وهي مش مصدقين إن أنتِ حضرتك كمعالي رئيسة وزراء ساكنة في بيتنا. ده شرف لينا يا هانم. وحضرتك تفكري تسيب البيت وتعزلي، هنعزل وراكي فورا. إحنا ما نقدرش نعيش من غيرك. وصوت الكاسيت يا فندم هنوطيه، أؤكد لك هكسر الكاسيت. ولا صوتنا هيعلى خالص عشان راحت معاليك. كذا مرة قلت لك الولاد ما ينزلوش تحت يعملوا زيطة، ما بتسمعيش الكلام. خلاص الولاد مش هينزلوا خالص ولا هيلعبوا في الجنينة. لا لا لا، ده مش هينزلوا من أصله، مش هوديهم مدارس عشان حتى نوفر لحضرتك الجو الهادي عشان تقدري تفكري لمصلحة البلد. أنا متشكرة قوي، كتر خيركم. عن إذنك بقى عشان أنا عندي شغل كتير. ربنا يوفق معاليك يا بنت. ربنا ينصرك على من يعاديك. طب عايزة بيه معلش. كتر خيرك. شكرا كتر خيرك. الو، ايوه يا فريده. ايه عامله ايه؟ انا لو اعرف ان رياستك للوزراء هتنسيكي اصحابك وحبايبك كنت قلتلك ما تقبليش. معقول اسبوع بحاله ما ترفعيش سماعه التليفون تسالي على صاحبتك؟ غصب عني يا سعاد، ما تتصوريش انا مشغوله قد ايه.
انا كنت مرهقة جدا الايام اللي فاتت. نتقابل في النادي ونتغدى سوا، وهو كذلك. مع السلامة. عاملة ايه؟ أنا كويسة الحمد لله، بس ميتة من الجوع بقى. أنا ما عنديش غير ساعة واحدة أقعدها معاكي. يلا يلا بسرعة. يلا اتفضلي. وأنا أقول النادي النهاردة منور ليه؟ أتاري معاليكي مشرفانا. أهلا يا شيخ بيه. أهلا بيك يا ست الكل، يا نورت البلد، يا معالي رئيسة الوزراء. خير يا شناوي بيه؟ خير وكل خير يا فندم. أنا قلت يعني أذكرك إنك أنت تشمليني بعطفك وما تنسينيش. ما انساكش في إيه؟ يعني كلامك طبعاً مقدرة الظروف اللي أنا بمر بيها دلوقتي، وحرام جفاء زي تتركن بالشكل ده وتضيع على البلد فرصة كبيرة للاستفادة منها، فاهم؟ وإيه المطلوب؟ المطلوب يعني دلوقتي حضرتك صاحبة المعالي رئيسة الوزراء، ولو حضرتك حبيتي إنك أنت تعيني وزير زي في الوزارة عندك يا فندم، ما حدش هيعترض. وأنا طول عمري مشهود عني بالكفاءة والانضباط وحسن تنفيذ التعليمات. والله الحقيقة المجلس الوزاري كله مكتمل وكلهم كفر. نبقى نشوف الموضوع ده في التعديل الوزاري الجديد. وانا لسه هستنى تعديل وزاري يا فندم. لا انا اقصد يعني لو كانت حكايه الوزاره دي صعبه، ممكن حضرتك بصفتك رئيسه الوزراء تامري بتعييني مثلا رئيس مجلس اداره شركه من الشركات الكبيره، ولا مصلحه حكوميه كبيره، وممكن ابقى خبير. ان شاء الله ان شاء الله، ربنا يسهل. بقول لك ايه يا سعاد، احنا كنا انا فندم مش عايزك تفهميني غلط، يعني أنا مش بدور على منصب كبير ولا حاجة، أنا مجرد إن أنا عايز أخدم بلدي، أخدم الوطن والمواطنين، أفهم؟ مفهوم مفهوم. وأنا بديهم. أما الراجل ده عجيب بشكل مش معقول، شفتي؟ حتى الأكل ما بتهناش عليه. باين على حضرتك التعب قوي قوي يا بدريه. انا ما ارتحتش طول النهار، مقابلات واجتماعات ومؤتمرات. كان الله في عوننا عليك يا فندم. اجهز العشاء؟ ايوه فرج. على اذن سعادتي. امال كمال فين يا بدريه؟ كمال بيسافر. سافر؟ سافر فين؟ معرفش، هو خد شنطه هدومه وقال انه مسافر بره مصر. كده سافر كده من غير ما يقول لي؟ اجهز لحضرتك الحمام على ما العشاء يجهز. فريدة، فريدة، ايه يا فريدة؟ انت نمتي ولا ايه؟ كمال، انت رجعت من السفر؟ سفر؟ سفر ايه؟ انا فين؟ انت هنا في الشاليه، واضح انك غفلتي شوية وانت قاعدة على الكرسي. هقول، هقول كل ده حلم. ويا ترى ايه نوع الحلم بقى اللي أثر فيكي بالشكل ده؟ ايه الحكايه؟ مالك يا فريد؟ كمال، انا عايز ارجع القاهره. ترجع القاهره؟ احنا ما بقلناش هنا غير يومين. ايوه انا حاسه ان انا مخنوقه، خلينا نرجع القاهره. اتفضل يا ست شيري، طنطتك فريده عايز ترجع القاهره. طنط فريده تؤمر واحنا ننفذ. الله الله الله، انتوا متفقين عليا بقى انتوا الاثنين. عن اذنكم.
الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. انبسطتوا في المصيف؟ قوي. اجازه كنت محتاجه لها انا وشيري. واضح ان شيري راجعه مبسوطه قوي. اه فعلا. انا هستاذنكم بقى 10 دقايق احضر هدومي عشان اروح مع ماما. مستعجله ليه يا حبيبتي؟ معلش يا طنط، انا هبقى اجي ازورك ولو ماما سمحت لي طبعا هبقى اخد اجازه كام يوم واجي اقعدهم معاكي. انتي محتاجه اذن عشان تيجي تقعدي معايا ولا ايه يا سعيد؟ اه طبعا طبعا. عن اذنكم. كانت ماليه علينا البيت. واضح انك كلمتيها وعقلتيها وهدتيها. ميرسي يا فريده. خلي بالك من بنتك يا سعيد. شيري دي حبيبه قلبي، دي اغلى واحده في ولادي. كويس انهم سابونا لوحدنا. في موضوع عايزه اتكلم معاكي فيه. موضوع ايه؟ انا محتاجه لك. محتاجه لي في ايه؟ في شغلي. انا محتاجه لحد يكون بيحبني وقلبه عليا، حد اثق في خبرته وفي اخلاصه، خصوصا بقى واحنا داخلين على توسعات ومشروعات كتير في المجموعه. عايزين اشتغل معاكي؟ يا ريت. ده انا يكون لي الشرف. ومن ناحيه المرتب حددي اي مبلغ انت عايزاه وانا مش هناقشك. انا ما بفكرش في مرتب. فريدة يا حبيبتي على الاقل تشغلي وقتك بدل ما انت قاعده في البيت لوحدك كده. على فكره يا ماما، شغل طنط فريدة معانا دي فكره عيله، لان عندها خبره كبيره قوي بحكم شغلها وهتفيدنا اكيد في المجموعه، خصوصا اللي ليها معارف واتصالات كتير يقدروا يسهلوا لنا شغلنا. ما سمعتش رايك يا شيري. الراي راي حضرتك يا ماما، ده شغلك وحضرتك ادرى بيه من اي حد. ده ايه العقل ده كله؟ يا ريت تفضلي عقله كده في كل حاجه. على فكره يا ماما، شراكتنا مع الاستاذ خالد هتخلي اسمنا فوق قوي. واحنا اسمنا ما كانش فوق قوي قبل كده؟ انا ما قصدتش يا ماما، بس برضه واحد زي الاستاذ خالد له اسمه وسمعته هتفرق معانا كتير، خصوصا ان هو مؤدب ومهذب وراجل محترم. انا حاسه كده من ساعه ما شفته كانه واحد من العيله. ده رايك فيه؟ الحقيقه سعاد هانم ده مش راي جيجي لوحدها، ده راينا كلنا. فيلا نورت برجوع الأميرة شيري. ميرسي يا تامر. أنا ما كنتش عارف إن طنط فريدة ليها التأثير ده كله عليكي. كنا فين وبقينا فين؟ مش طنط فريدة بس اللي ليها التأثير ده كله عليا. لا، أنت شكلك عايزة قاعدة. ها؟ مين بقى تاني؟ عارف يا تامر، أنا اكتشفت إن الدنيا دي كبيرة أوي وفيها حاجات كتيرة أوي مستخبية. يعني لونها مش بامبي زي ما أنا كنت فاكرة. بتتكلمي عن إيه يا شيري؟ عن الكذب، الغش، حاجات كتيرة أوي مستخبية ومحدش دريان بيها. كل ده خلاني أحس إن مشكلتي صغيرة أوي جنب مشاكل تانية كتير. لا، ده أنت حكايتك حكاية. أنا عايز أعرف إيه اللي حصل الأيام اللي قضيتيها عند طنط فريدة اللي غيرتك بالشكل ده مرجعاكي فيلسوفة كده. ما تشغلش بالك. لا هشغل بالي، هتحكي لي دلوقتي. يلا احكي. ايه انت لسه هتقعد تحكي؟ يلا عشان ننام، ماما اكيد شايله لنا شغل قد كده بكره الصبح. يا شيري عشان خاطري احكي. يلا احكي. تامر تصبح على خير. يلا الله الله. يلا ايه ده؟ تصبح على خير. يلا حاضر حاضر. وانت من اهله تشتغلي مع سعاد؟ والله فكره. بس انا متردده. بالعكس، انت لازم تقبلي. الفكره دي جت في وقتها بالظبط. تفتكر؟ طبعا. انت اصلا مش هتستحملي انك انت تقعدي في البيت من غير اي شغل، ده اولا. ثانيا، هما لو كانوا بيفكروا انهم يسندوا لك اي منصب بعد ما خرجتي من الوزاره كانوا عملوها، لكن ما حصلش لغايه دلوقتي، يعني واضح انه مش هيحصل. انا مش قصدي اضايقك ولا حاجه، لكن هو ده الواقع. لازم تتعاملي معاه من غير اي عواطف، وانت ست كل حاجه بتحسبيها بعقلك. صح وانا انا غلطان؟ انا بحسبها بعقلي في شغلي بس، انما بقيت حياتي ما بحسبهاش. غلط. الحساب مهم. حتى لو كان غلط، انا ما اعرفش احب بعقلي وافكر بقلبي. وبعدين معاكي بقى، هتغيري الموضوع؟ ردي عليا، هتعملي ايه؟
أنا خايفة يكون عرض سعاد ليا بالشغل معاها مجرد مجاملة. ما افتكرش. سعاد ست عملية وعارفة هي بتعمل إيه بالظبط. ومع ذلك أنت تروحي لها شوفي إيه العرض بتاعها، شوفي إيه نوع الشغل اللي هي عايزة تعرضه عليكي. إذا ما عجبكيش ما حدش هيخصبك عليه. ولا في سبب تاني مخليكي ترفضي العرض بتاع سعاد؟ سبب إيه؟ بعد ما كنتي وزيرة والكل بيسمع كلامك وبينفذ أوامرك، دلوقتي هتبقي موظفة وليكي مدير أو يمكن مديرة. أنا عمري ما فكرت بالطريقة دي ولا حسبتها كده أبدا. عين العقل. أنا بقى محتاجة أفكر قبل ما أقرر. بالعكس أنا من رأيي إنك توافقي على طول، دي فرصة ممكن ما تتعوضش. تفتكر؟ صباح الخير. صباح الخير. عندنا السلامة. الله يسلمك مرسي. ممكن أعزمك على فنجان قهوة في مكتب؟ حاضر. تؤمر بحاجة تانية خالد بيه؟ شكرا. اقفل الباب وراك. حاضر. شري ما قلتليش ايه رأيك في شغلانة الحسابات اللي انت فيها دي؟ ماما كانت قالت لي انك انت مش مبسوطة منها. يعني بحاول اتأقلم عليها. بطلت اشتكي عشان ماما ما بتحبش الشكوى. كل الناس اللي في المراكز القيادية اللي زي ماما ما يحبوش الشكوى ابدا. بس انا عندي عرض ليكي اعتقد هيريحك. عرض ايه؟ تشتغلي معايا. اشتغل مع حضرتك؟ اشتغل ايه؟ مديرة اعمالك؟ ايوه. وشيري تفهم ايه في الشغل عشان تبقى مديرة اعمال؟ انا هفهمها. في الاول هي هتنفذ اوامري، يعني هتبقى مجرد سكرتيرة. مع الوقت والخبرة انا متأكد انها هتبقى مديرة اعمال ناجحة جدا. برضو مش فاهمة انت ليه فكرت في الحكاية دي؟ لسببين. اولا شيري مش حابة شغلانة الحسابات اللي هي فيها دي، واللي ما يحبش الشغلانة اللي بيعملها عمره ما ينجح فيها. ثانيا وجودها جنبي يعني قريبه من مصدر القرار هيخليها تفهم الشغل اسرع. لا وفي سبب تالت، انت عايزها تقرب منك وتاخد عليك عشان يعني ما ترفضش من اساس وجودك في حياتي وحياتنا كلنا. تعرف انك فكرت بشكل عملي؟ انا كنت متاكد ان فكرتي هتعجبك. انا موافقه جدا وعايزك تنفذ فورا. لا انا خلاص نفذت، اديت لي شير المكتب اللي جنبي وابتدت الشغل فعلا. ايه ده من صميم اختصاصاتي واحنا متفقين على كده من الاول. فيما يخص شغلي انا فقط المتصرف فيه. سافا. سافا. فريده انا في السكرتاريه برا وعايزه اتقابل حضرتك. فريده خليها تدخل فورا. اسيبك بقى مع معالي الوزير. انا معقول يا فريده تستني في السكرتاريه عشان يدوك الاذن تخشي؟ انت تفتحي الباب وتخشي على طول. شكرا قوي يا سعيد. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. اقول لنفسي مبروك. المهم يكون الشغل معاكي شغل جد مش مجامله. ده انت بكره هتزهقي من كتر الشغل وتقولي لي ارحميني يا سعاد من الشغل. متهيألك انا اشتكي من اي حاجه الا الشغل. طب اتفضلي استريحي. انا مش جايه ارتاح، فين مكتبي؟ لا 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 ده انت جايه حامي قوي على الشغل. بصراحه يا سعاد عرضك ده جه في الوقت المناسب. انا كنت هتجنن وانا قاعده في البيت. يا حبيبتي يا فريده اتفضلي اتفضلي. ايه رايك بقى؟ معقولة ده مكتبي؟ انت عايزة مكتبي يبقى اقل من مكتبي؟ ده لا كان ولا هيكون يا معالي الوزير. معالي الوزير طبعا، وكل الموظفين هنا مش هيقولوا لك غير كده. بلاش يا سعيد، خليهم يقولوا لي مدام فريده، استاذه فريده. ليه بس؟ ارجوك يا سعيد. خلاص مدام ده رايك. المهم عجبك ذوقي في المكتب؟ انت اللي فرشاه من يوم ما اتشكلت الوزارة الجديدة وعرفت انك مش فيها، وانا قلت فريدة لازم تبقى معايا، بس كنت مستنية الوقت المناسب عشان اعرض عليك الشغل، وكنت واثقة انك هتوافقي. مش معقول طبعا تكسفي صاحبتك اللي بتحبك اكتر من نفسها. ربنا ما يحرمني منك يا سعيد. ولا منك يا فريدة.
اتفضلي بقى اقعدي على مكتبك. بس انا هشتغل ايه؟ اقولك شغلك معانا هنا هيكون له اكتر من اختصاص، بس كله له علاقة بخبرتك. اولا هتشرفي على ميزانية كل شركات المجموعة، ثانيا الضرايب والجمارك كلها طبعا هتبقى من اختصاصك، ده غير بقى الميزانية الختامية بتاعت المجموعة كلها. في بقى حد في الدنيا ممكن يقوم بالشغل ده غير؟ ربنا يقدرني. انا عايزاكي بقى من هنا ورايح تعتبري نفسك صاحبة شغل وشريكة فيه، يعني مش موظفة بأي حال من الأحوال، والسكرتيرة بتاعتي هتبقى هي سكرتيرتك شخصية. ده كتير قوي يا سعيد. مفيش أي حاجة كتير عليكي، أنا من بكرة هطلع أمر إداري بتخصصاتك، وهخلي الموظفين يجيبولك الدفاتر بتاعة الضرايب والجمارك عشان تطلعي عليها، ويدوكي فكرة كده عن الشغل عندنا لغاية ما تعرفي كل حاجة بنفسك. وأنا جاهزة. فكرتي في المرتب؟ أنا مش جاية أشتغل هنا عشان فلوسي يا سعيد. 10,000 جنيه كويس في الشهر؟ 10,000 جنيه؟ قليل؟ أنا لو أقدر أديكي 100,000 في الشهر مش خسارة فيكي. بس ده كتير قوي يا سعيد. أنا واثقة إنك هتديني شغل أكتر من مرتبك 100 مرة. أستأذن أنا بقى عشان عندي شغل كتير، وهخلي الموظفين يجيبولك الدفاتر، عن إذنك. سعيد. أيوة فريدة، في أي حاجة؟ سعيد انت فعلا نعمة الصديقة. انا كنت فاكرة ان الدنيا كلها نسيتني بعد ما سبت الوزارة، لكن طلع ظني مش صحيح.